لا انت بتحبيه كده شكلك، اه طبعا انت طبعا بتحبيه حب كيان، كده. ايه كيان وروح شايفين يا جماعه؟ شايفين بتقول ايه؟ كيان وروح. طبعا. ربنا يرحمه يا رب، الله يرحمه، الله ربنا يرحمه. يرحمه. يعني حضرتك بجد مثل اللي هو اذكروا محاسن موتاكم. لا هو كان جميل وكان حلو وكان صادق معايا، فلازم انا اكون لازم اقعد على ذكراه، ذكرى طيبة جدا. واقول لك انا ما حسيتش بالموت الا لما مات، بقول لك جوزي مات فما حسيتش الا بالموت الا لما هو مات. فقدت كل الناس بموت يونس بأمانة. اما حصل ووقعت الواقعه، يعني ايه؟ اشرحي لي، كان اخر ايامه، كان وقع ده على حضرتك ايه؟ كان احكي لي. لا انا كنت حاسه اللي هو انا كانت بص في اخر ايامه كان ابني واخد الثانويه العامه، ايه فانا رحنا اللي احنا نقدم له في الكليه بتاعه سينا بتاعه حسن راتب، فكنت انا سافرت العريش مع ابني عشان اقدم له، جبت له استثناء من الدكتور حسن راتب على اساس اللي هو يروح هناك، وهو كان معايا ده قبل ما يموت حوالي ب 20 يوم 25 يوم. فروحت فخدت ابني ورحت على اساس قدمت له هناك في كليه الهندسه هناك، وخلاص ابني قبل وانا نايمه في قلب الاوتيل مع وانا بقدم له، حلمت ان انا بكتب النعي بتاع جوزي في قلب الجورنال، فبقيت اعيط واقول لهم مشوني، انا جوزي عايزني، انا عايزه اروح له، وبقيت اعيط لازم اروح له. المهم انا رحت فحسيت اللي هو تعبان، هو كان يعني هو بيحب يوم الجمعة ده شيء مقدس لي، يروح يصلي ويجيب خضار وحاجات من كده، فهو قعد ليلة الجمعة ده قعد تعبان. المهم قلت له معلش ايه ده شوية وان شاء الله ربنا يجي هيجيب الفرج، قال لي لا انا عايز اخش المستشفى، قلت له خلاص الصبح ان شاء الله. المهم راح اللي هو يصلي الجمعة، جه تعبان دخل في غيبوبة على طول. على طول. اوكي. فانا كنت حاسة اللي هو يعني في حاجة هو هتحصل له، واخد بالك؟ فدخلنا 17 يوم في قلب المقاولين العرب، واليوم 17 يعني ربنا افتكره، فكانت ده صدمة صدمة، لأن يعني، هو ما كانش يعني زي تعبان قبلها. واحد يكون ايه اتضرب على دماغه، كانت بالنسبة لي يعني زي واحد اتضرب على دماغه. انا المهم انا قاعده وبس وشايفه بس حاجات قدامي، قعدت فتره طويله مريضه نفسيا، يعني جات لي حاجه كده زي اكتئاب، انا امشي ما قعدت فتره طويله، وبقت يعني خلاص انا مش عايزه اخش البيت، بس عندي عيال، عيالي كلهم صغيرين يعني ما كانوش كحد، حتى حد اتخرج من الجامعه ولا حد مسك نفسه او حاجه، لا كله صغير فمحتاج لي. ما انت ام تسيب ولادها مثلا 4 شهور ولا 5 شهور مش متابعاهم، مش شايفه مطالبهم. هو ده موت يونس ليه توهني شويه،